فكانت امرأة سمعت هذا الكلام وهي مومس، مومس يعني زانية. فلما سمعت عن هذا وهي يذكر من جمالها وكذا، قالت فإن فتنته لكم، أعوذ بالله، إبليس، إبليس في شكل امرأة. قالوا جريج؟ قالت نعم. قالوا لك كذا وكذا وكذا من المال إن استطعت أن تفتني جريجا. فذهبت إليه ونادته وحاولت وكلمته ولا يرد عليها حتى يئست منه. الآن ما تبي ترجع للناس وتقول ما قدرت عليه، ولا تبي يفوتها المال الذي أرسل لها. فلقيت راعي غنم فقالت له تعال، أغرته فوافق جامعها. ثم رجعت إلى القوم فقالت لهم لقد أصاب مني، فإذا ولدت سآتيكم بالولد. ثم جاءت بعد فترة وهي حامل لهم، قالت هذا من جريج، حتى ولدت وضعت قالت هذا ابن جريج. وتقول